عليكم، مساء الخير عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم شادين طريق لتيغمي، كنظن في النواحي تيزنيت. تيزنيت دابا كاينين فين؟ في ماسة. حنا في ماسة، الجو زوين، انا والنجات كما العادة. الله الله. المهم حبينا نشاركوا معكم الفلوك، ان شاء الله بقاو معنا. غنصوروا كل شيء، غنحضروا في واحد العرس تما، واحد السيد عزيز عليا عرض علينا نمشيو للبلاد، غنصوروا شويه شويه اللي قدرنا نصوروا شويه. تعيشوا معنا الاجواء ديال ديك المنطقه. ان شاء الله بقاو معنا. وادلات ما خيرتي لون زعاف. يلا يا فين سنية. إلا ونزار تبارك الله. حنا الآن في مدينة تيزنيت. تيزنيت يا تيزنيت والنجاة. يلا مركي، يلا نسيت التليفون، ما تنساش الشارجر. ما نقدرش هكذا، ما نقدرش. كيفاش بان لي هذا راهم هنا وكانوا قاطعين زعما، وصلت وانا ندير الماتش على ما كاينش لي قيسون، ما كاينش لي غير ندير التليفون ان شاء الله. صافي. واو شكرا. يا سلام. اتاي 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 بلا نعناع. شوفوا لا لا هاكا زعفران. هادي جابت الخبز، شوفوا الخبز ديال الشعير كيتناول الخبز ديال السقارة. هادي يجي من الرجل يجي، هذا خبز الشعير يجي مع البويض الدجاج والحمد لله. ما نقدرش عندك الخبز ديال الزوقة وما عندك الخبز ديال الدار. حنا كنشربوا اتاي بلا نعناع. شوفوا اللي جا لهاد المناطق وشرب اتاي بالنعناع حرق الاتاي. ما دار شيء. لا بالعكس، راه كيقولوا اتاي ديال اتاي ديال يربي. قلت انا اتاي النعناع ديال تيزنيت احسن نعناع. وكان حنا ما الصراحه حنا ما ولفناش النعناع، كنشربوا اتاي بلا النعناع. كنستعملوا الزعفران، العلك، القرنفل، ولكن ما تكثروش في القرنفل لحقاش سخون وكيضر في الكبده. بالنسبه للزعفران زوين 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 كيعجبني. انا نيت غناخذو في اكادير عاد غنمشي ان شاء الله. ايوا تود الفرطيطه. ايوا ديك الفرطيطه، ايوا الصايا الصايا هي الفرطيطه. الفرطيطه ايوا الدان، ايوا غدي دوكان، ايوا غد المقرط، ايوا دابا تشني وي كادي هذا هو الكادو. حدا نعاود غدا ما يجيش راني الكادو غادي يحضر في اللي نسيت ديجا الكادو. الكادو غير هذيك الكادو اللي يفسو زعما. الكادو الفاطمة تقيل تقيل. ياش كتبوا انا سرت الكادو اللي كيس الزبالي، سرت في الناس الكادو الفاطمة يبلي بابي كادو يبجي كلو غايا. ما كان هذا السكرة غير كاينة ولا قص هكا كنجر. انا قال لي كول كرد وتوغا غراسة في هذا السكرة. معليش معليش. دابا وصلنا لتيغمي. هنا هي فين مشات؟ ها هي ماما شباب فين؟ لا ما دايرهاش. لا لا ما تخافيش. دابا وصلنا لتيغمي، جينا ناخذوا الصايا باش ناخذوا الفرطيطه. كنقلبوا على الفرطيطه. ها هي واحد واحد الملمحل غندخلوا عندهم. ها ناخذوا الصايا. حنا معاكم هذه الصايا. احنا كنقولوا الصايا ولكن الفرطيطه ثاني شكل اخر. هما كيقولوا الفرطيطه. اشنا هي هذه؟ هذه البنات صافي هذا مزيان. لا دابا انا هذه هي الصايا، ما الفرطيطه هي هذه. الله يهديك، راه الفرطيطه هي الصايا. ويلي ها لسه تنزل.
حيت وركم زاخكم صغار الصيام. تبارك الله. مش كتقهتا؟ تقهتا 160 الف ريال. مزيان تبولكي تزرك الموضي دي عمي ستعمر بزاف هذي اختي كان غير سنت فرحين يا تزقن تيني دا بسم الله عليها انا بحال هادو خيطتهم انا الصراحه واش انت اشنو ما كجبت معاكم حنا جبنا بحال هادو تنسبها تنسبها جايبين البيض ياك اه نجات رو تساوي والو المهم حنا وصلنا للدوار نفس عبايتي درت السيف ما كان جاهز السلام عليكم ماما هكي هيك تهنوا في كل ما عسير الصلاة 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 هكي ه